صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو سبب عدم قبول توبة الذين استهزأوا بالصحابة في معركة تبوك، مع أن الله سبحانه يقبل توبة العبد ما لم تغرغر نفسه؟ ما قيل أنه لا تقبل توبتهم، رد اعتذارهم فقط، لأنه ما هو صحيح اعتذارهم، اعتذروا اعتذارا ليس بصحيح فالله رده، أما لو تابوا تاب الله عليهم، توبة تقبل من كل أحد. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا مرضت مرضا شديدا بالشبهات. نعم. يقول أحسن الله عليكم، ما قالوا أخطأنا ونتوب إلى الله، يقولون إنما كنا نخوض ونلعب، يقولون إنما كنا نخوض ونلعب، قال الله: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وما قالوا والله ندمنا وحنا أخطينا واعترفوا بالخطأ وتابوا إلى الله عز وجل. نعم.